اهلا وسهلا بكم، اهلا بضيوف الكرام يوسف الحزيم وعبد الله ناصر عتيبي وجاسر حربش وامل المعلمي. الى موضوعنا التالي. بدأت المملكة العربية السعودية خطواتها التنفيذية لبناء ألواح شمسية يتجاوز حجمها سور الصين العظيم، كما سبق وأن قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أطلق خطة الطاقة 2030 بالتعاون مع سوفت بنك. المشروع يتضمن إنشاء أكبر محطة شمسية في العالم بقدرة 200 جيجاوات وبقيمة تصل إلى 200 مليار دولار، ستنتج وحدها نصف القدرة الانتاجية للطاقة الشمسية عالميا. دكتور يوسف، كيف شايف مستقبل تحولنا إلى استثمار الطاقة الشمسية؟ يعني شايف أنت الأفق بالفعل يقودنا إلى تحول إلى بديل للنفط؟ يعني ميزة رؤية المملكة 2030 أنها طرحت الأسئلة البسيطة والكبرى. مرة خبير جاء أول الإمارات العربية المتحدة ودبي تحديدا، أول ما جاءوا يخططون لمستقبل دبي وكيف أنها تتعافى من موضوع إدمان النفط، لأن النفط كما تعلم أنها أعمى بصيرتنا إلى حد ما إلى حد ما، وجعلنا لا نفكر في البدائل. قال سكاي وقال سي وساند، الأرض، البحر، السماء. نحن الآن مع رؤية المملكة لابد أن نعيد طرح هذه الأسئلة. ما هي مقومات البلد الاقتصادية؟ نحن لسنا فقط نفط. أولا العنوان أنا أعترض عليه، ليس هو نفط المملكة، هو النفط الحقيقة المرأة الذي سيكتشف في موضوع رؤية المملكة 2030. النفط الآخر الثاني اللي هو الطاقة الشمسية. النفط الثاني هو المرأة؟ نعم. عشان أمال معنى يعني؟ لا والله أنا ترى على فكرة المصطلح هذا كنت أستخدمه على فكرة من أكثر من سنتين. أنا أقول النفط المملكة الذي لم يكتشف كان المرأة. نفط المرأة شبابها ورجالها ونسائها. صحيح. هم الذين أوجدوا النفط وسيوجدوا الطاقة الشمسية بإذن الله، وسيصنع البلد وسيكونوا هم ثروة البلد الحقيقية. ميزة الطاقة أنها نظيفة، أنها صديقة للبيئة. هذا سترفع معدلاتنا. نعم. ترفع معدلاتنا في طبعا تصنيف الدول للعناية بالبيئة. اثنين، أنها تكلفها رخيصة. قديما كان فيه مشكلة كبيرة جدا في موضوع الطاقة الشمسية لموضوع الصيانة بسبب الغبار في المملكة العربية السعودية. الغبار كان أكبر عائق موضوع الطاقة الشمسية. يبدو أن هناك تقنيات متقدمة الآن أقل تكلفة وتستطيع التعايش مع موضوع الغبار. طيب الغبار يجي في فترات معينة انتقالية، لكن الصيانة تنظيف العدسات بعد سيما أنها ستوضع على مساحة شاسعة في الصحراء. مي صحيح. الأمر الثالث حقيقة أن اللي وجدت أن سوفت بانك أن سمنا في دقيقنا 50%، نحن في سوفت بنك نملك 50%، كانت لدينا مخاوف أن هذا البنك سوف يستثمر استثمارات دولية، وإذ وجدنا أن هذا الصندوق نعم أن هذا الصندوق سوف يستثمر داخل المملكة العربية السعودية، وأعتقد أنه توجه جيد. الأمر الخامس، نحن نعيد تكرار تجربة سابك. سر نجاحنا في سابك الشراكة مع رأس المال الأجنبي. صحيح. سواء سوف يوطن التقنية، يفتح لنا الأسواق، يخفض علينا مخاطر السياسية، لأن دخول الشركات الأجنبية سوف يحمي هذا الاستثمار. وهذا أنا أعتقد سوفت بنك هو أجدر الآن كون استثمار أجنبي سعودي سوف يوسع من هذا المجال. الأمر السادس والأخير في موضوع الطاقة، أنا أعتقد أنا الآن في موضوع الطاقة حقيقة أن السعوديين لديهم قدرات في موضوع تحلية المياه، موضوع البترول والبتروكيماويات، فجدير حقيقة أن مع هذا المشروع الضخم أنه سوف يولد فرص عمل. وهذا حقيقة الفرص العمل لكن تحتاج إلى إعادة هيكلة لنظامنا التعليمي العام العالي. صح ولا لا؟ شوف مثلا أرامكو لما جت في النفط عمل شيء ذكي جدا، ذراع تعليمي، راح تأسست جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. فأصبح الذراع وبالتعاون مع الأمريكان طبعا. فنعتقد أيضا نحن أمامنا فرصة ذهبية أن نكون السعوديين متفوقين في الطاقة، تحلية المياه، الطاقة الشمسية والبتروكيماويات والبترول
أنا أعتقد جدير أن نقود العالم معرفيا ترى وتقنيا في هذا التخصص. يعني خلينا نشوف دكتور جاسر وانطباعاتك عن هذا المشروع في ظل ما تملكه يعني المملكة من مصادر الطاقة المتجددة والإسقاط الشمسي. يعني إذا تسمح لي أني أعدل إيجابيات أي. وبعدين إذا في سلبيات كما أعتقد أعدها أي تفضل عشان نكون يعني أمام المستمع والمشاهد يعني معقولين. أي. الإيجابيات أول حاجة أن المادة الأساسية لصناعة الألواح الشمسية اللي هي مادة السيليكا متوفرة في البيئة. ثانيا مثل ما قال أخوي الحزيم طاقة نظيفة أي. وبهذا نستطيع أن المخزون من النفط يوجه لاستعمالات أخرى مثل البتروكيماويات وصناعة الملابس والأنسجة والأدوية والأسمدة إلى آخره، وهذا هو مستقبل النفط الحقيقي في العالم، وملائمة طقسيا أيضا لأن الشمس عندنا تقريبا في 365 يوم موجودة 360 يوم أو 380 يوم والصيانة أسهل بكثير من أنابيب النفط اللي مدفونة تحت الأرض ولازم تحرس إيه؟ ومجرد ما تتعرض لعمل إرهابي يحدث مصيبة. نعم هذه يعني كلها إيجابيات. السلبيات أول حاجة هل هي هذا الكومبلكس الضخم جدا راح يكون في منطقة واحدة بهذه الساعة بهذه مثل سور الصين العظيم ولا سوف يوزع على 4 أو 5 مناطق؟ أنا أعتقد أنه سيوزع. هذه واحدة إذا كان إذا مش هذه سلبية ولكنها سؤال أي. إذا كان في منطقة واحدة فهي فأنا في شكل أي خطوة. أنا لا أعرف التخطيط الاقتصادي ربما وراءه هدف لا أعرفه. خطر عسكري دكتور ترى خاص خطر عسكري أيضا بقاها في مكان واحد أي. لا هي موزعة على حال أي. تعرف هذا الشيء أي. أي. الشيء الثاني السعر إنه هي 200 جيجا وات ب200 مليار مبدئيا، بمعنى كل جيجا وات زياده في الانتاج احنا عندنا الان في حدود 50 الى 60 جيجا وات، هذا الانتاج 4 أضعاف. اول حاجه هل سوف نحتاج كل هذه الطاقه؟ واذا سوف نسوقها على من؟ دول الجوار كلها مشمسه. الفرق بين مكامن النفط انها متوفره في اماكن محدده، لكن الشمس في منطقه الشرق الاوسط وكثير من دول العالم موجوده باستمرار. وما هي إلا مسألة وقت، والطاقة الشمسية سوف تنتشر في كل مكان، في الأردن وفي الإمارات وفي الكويت وفي كل مكان. بس يمكنهم سيصدرونها إلى غير هذه الدول وأقل كلفة السعر والسعة والتكتل في منطقة واحدة. أنا بالنسبة لي سلبيات، ولكن هذه نقاط عرضة للشرح والتفصيل فيما بعد. نعم عبد الله أنت إيش تعليقك؟ هل عندك أيضا إجابات للدكتور جاسر؟ والله أعتقد أن عندي إجابتين لسؤالين دكتور. يعني السؤال الأول اللي هو كان هل راح تكون في مكان واحد؟ أنا أعتقد أنه في مكان في المملكة تحديدا ما بين المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية ستريب طويل من الشمال للجنوب، هذا اللي راح تكون فيه حسب ما أعرف اللي هو الخلايج، ما راح تكون في مكان واحد، راح يكون في المجمعة على سبيل المثال، راح يكون في حائل أيضا، راح يكون بس في المنطقة هذه الأكثر إسقاطا للإشعاع اللي هي ما بين منطقة نجد ومنطقة تقريبا الحجاز ستريب طويل من سام بن يزعلون الناس الثاني لا هو هي مثل الابار هي يعني في بئر مليان وبئر اقل مثل ابار النفط انا عارف انها هي مداعبه. الاجابه ايضا على سؤال خير الجميل الاجابه على السؤال الثاني اللي هو 200 جيجا وات وانتاج المملكه الان البيك تقريبا يمكن 60 البيك يعني في الصيف في الشتاء 30 يمكن او 32 او 33 لكن هو ما راح يكون لانه هو 8 ساعات 9 ساعات هو يوم نهار في الليل ما راح يكون في انتاج يعني الكاباسيتي حقته اللي هو في 200 جيجا وات في الساعه لكن الانرجي اللي على مدار السنه هذه اقسمها على نص يعني مقارنه بالمحطات القائمه الان شغاله على مدار الساعه ما عدا في وقت الشت داون بس اللي هو في وقت الصيانه فبالتالي تحسبها فيها المجال هذه لكن ايضا احنا لو نقارنها ايضا بالمفاعلات النوويه والذريه يعني 200 جيجا وات رقم مهول جدا يعني المفاعل النووي ربما 2 3 4 جيجا وات يعني المفاعلات الضخمه فانا اعتقد انه يعني اتجاهنا لمثل هالمساله هذه اولا لان نملك
الله حبانا بهالثروه الشمسيه يعني. ايه؟ حبانا بالبترول فتره من الفترات ايه؟ اللهم لك الحمد. الان عندنا ايضا الثروه الشمسيه لنستطيع ايضا مساله التصدير عن طريق البطاريات او كذا. يقال انه بعد 2030 راح يكون يعني فيه اختراق ايضا لمساله البطاريات، ممكن تختفي تماما الطريقه الموجوده الان ويجي طريقه انتقال. السؤال اللي انا اساله معك اللي هو انا اتساءل حول الان هو ما هو مصير شركه الكهرباء الان الموجوده في السعوديه؟ هل ستتحول مثلا الى فقط نقل وتوزيع الجنريشن او انتاج الطاقه الكهربائيه راح يكون مثلا موجود عند الشركه الجديده هذه؟ من سيكون مسؤولا عنها؟ ارامكو، هيئه جديده الكهرباء؟ الى الان حسب علمي ليس هناك، يعني اعتقد ان شركه الكهرباء الان ما يعرفون هل هم راح يكون لهم دور او لا، ارامكو راح يكون لها دور او لا. انا اعتقد ايضا تضارب المصالح، لان الان شركه الكهرباء تريد ان يكون لها جزء، ارامكو يريد ان يكون جزء، وزاره البترول او وزاره الطاقه تريد ان تكون لها جزء. اعتقد ان وجود هيئه وطنيه لعلاج التضارب في المصالح اكيد انها وارده الان ومطروحه، بس يمكن احنا لا نعرف، ولكن ستاتي المعلومات تباعا. خلينا نشوف. بس انا يمكن عندي اجابه عن اللي طرحه الاستاذ عبد الله. دور شركه الكهرباء بيكون في ايصال الخدمه الى الوحدات الاصغر، يعني بيكون الانتاج وهذا عن طريق وزاره الطاقه، وهي اللي بتكون بالعمليه. وزاره الكهرباء حتكون هي الموصل او الديستريبيوتر في النقل والتوزيع الموزع. النقطه الثانيه دكتور جاسر بالنسبه لايش حنسوي احنا بهذه الطاقه، طبعا يعني ما راح نتكلم على التوفير المالي ومع ارتفاع اسعار الكهرباء وتوفر الفرص الوظيفيه وكدا. فيها حاجتين، الحاجه الاولى اولا مواءمه مع اهداف التنميه المستدامه العالميه للامم المتحده بالحفاظ على البيئه والمناخ والجلوبال وورمنج وكذا، فهذه احنا بنقدم خدمه للعالم وليس فقط للمملكه. الامر الثاني صناعه الالواح الشمسيه، الان الصين احتكرت هذا الميدان بنجاحها الاكبر. يعني انا سمعت مقوله انه مثل ما تذكر سويسرا في صناعه الساعات، تذكر الصين في صناعه الالواح الشمسيه. فاحنا اذا وطننا هذه الصناعه هنا وعندنا كوادر، وانا اعرف انه في شباب وشابات من مخرجات برنامج الابتعاث تخصصوا في الطاقه الشمسيه وحصلوا على درجات علميه عاليه، هذا وقتهم وهذا ميدانهم انهم يشتغلوا. ذكر ان التصنيع سيكون سعودي محل. بالضبط، هذا اللي اسعدني انا، 100,000 فرصه عمل، وانا يعني انا شخصيا اعرفهم شباب يبحثوا عن مثل هذه الفرصه. نقطه اخيره، انا زرت مكتبه اسكندريه لاول مره عام 2012 ولفت نظري البناء المهول، وتصورت انه يشتغل بالطاقه الشمسيه، وتفاجات بان كانت الالواح يعني وات ويست، هدر عظيم انه هذا على البحر. شكله جميل هو، بس انه صحيح فلعلنا احنا نفعل في ينبع الصناعيه. لفت نظري فوق البيوت زي سرير الشاطئ كذا محطوط، فكنت اسال هذا الدش ساتلايت ايش، وهذا قالوا لي هذه طاقه شمسيه في ينبع الصناعيه، البيوت تشتغل بالطاقه الشمسيه، سخانات الماء بالطاقه الشمسيه. اذا في تجربه ناجحه ممكن انها تعمم على باقي مناطق طبعا. المملكه عندنا ايضا قريه شمسيه هنا في الجبيله في الجبيلة، وذا من زمان قد افتتحها الملك سلمان حينما كان أمير الرياض. برضو تشغيل المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، هذه لو تحولت إلى الطاقة الشمسية حيساعدنا كثير في توفير الكهرباء وإن نشغلها بالطاقة الشمسية. ماسا مسرور أضفني، ماسا سون اللي هو رئيس التنفيذي لسوفت بانك، شركة سوفت بانك، أول ما طلع المملكة طرح 1500 جيجا، يعني الان احنا 200 جيجا، لكن طرح اول ما طلع 1500 جيجا لانه يعتقد ان المملكه قادره على انتاج الطاقه هذه. 1500 جيجا يساوي تقريبا قيمه الطاقه اللي تصدرها السعوديه الان عن طريق البترول، هو بناها بناء على هالاساس. يعني المملكه قادره انها تنتج 1500 جيجا من الطاقه في مقابل ال 10 مليون او 9 مليون برميل اللي تصدرها للعالم. فهو رجل يعني عنده ايمان الحقيقه ان المملكه قادره على انها تكون منتجة اقتصاديا خلال هذا زي ما يقول المصاري حنعبي الشمس في أزايز. طيب إذا نروح الآن للموضوع التالي بعد الفاصل.